هي اولا داخله في سياسه الدوله يعني من اجل من اجل ارساء نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفه مم. ودخل كذلك في برنامج الحكومه والدوله يعني الهدف من فتح راس مال بنكين راس مال بنكين عموميين عموميين هو اولا تعزيز يعني وتحسين الحوكمه والتسيير في البنوك و اخر مجلس الوزراء سيد رئيس الجمهوريه اكد على الزاميه تحسين يعني الاداء والتسيير في البنوك وخلق المنافسه وجعل يعني الزبائن يكون عندهم فرصه باش يتوافدوا على البنوك اللي يلقاو يعني فيها الفايده نتاعهم والمنافسه دائما يعني تو تو ديفلوبي لي شوز يعني المنافسه حاجه مليحه في حتى حتى الان بنكين هما المعنيين بفتح راس مال البنوك هكذا سي نعم. هل هناك بنوك اخرى في المستقبل كذلك سيتم فتح راس مالها؟ والله هذا ما بنكين يعني فتنجم تكون شركات اخرى لان السوق الماليه الهدف يعني من حتى فتح راس مال البنكين هو تنشيط عمليه عمل البورصه فاذا اخذنا البورصه اليوم آه الاكتتاب الاجمالي الى حد الان في عمليه البورصه لا يتجاوز 13 مليار دينار جزائري واكبر عمليه كانت في آه يعني 2016 ب 6 مليار دينار جزائري ف يعني تنشيط عمليه البورصه آه سيكون كمكمل للتمويل اللي تقوم به المصارف الجزائريه حاليا يعني آه التمويل البنكي، وهذا دور تكميلي، وحتى لما يصبح يعني تنافسي، فمرحبا، فالمنافسة دائما يعني حاجة مليحة. نعم.